فلسطين الا سلاكم بدع المايبي نضحك شويه نضحك شويه مالك حارق دائما ضابح مكابر عنين اهدأ شويه مش مصروف في البيت قم دور على عمل نو ما نقلش ان انا ما دورت على العمل يا ورطه ما نقلش كثره نومك والكسل من الباطل يا ورطه لاني خلاص قد فقدت الامل انني عاد الاقي على عمل سأل يا اخوش ركاز دي بين ادور على عمل انا وياه وما لقيناش طيب والحل الحل انش
تصبري لو ما يجي اخش ركاز. عم سير نخرج مره ثانيه ندور على عمل. ونعم والحل، مثل ما قال المثل، عمياء تخضب مجنونه والصنقه تتسمع. حول ولا قوة إلا بالله. ما واحد يسوي، كيف يسوي الواحد؟ والمثل بيقول لو ضاق حالك دندنت. ورأيتها في الطريق فنادت لي تعال. بكر غباش، بكر دندن، هيا نذهب. صباح الخير. بكر غباش، بكر غباش. صباح الخير صباح الخير ياسمين. صباح الخير. ورأيتها على الطريق فقالت لي تغديت؟ قلت نعم. قالت أنيمة. الله يا جماعة الله، أمان أنك فنان، صدقني فنان يا عرضة والله فنان. بس الدنيا وأنا من زمان، صدقني من زمن وأنا أقول أنك فنان، وليس زوجتك أختي إلا حين أنت فنان. معايا ركاز عاد ما اشرح حالي. لكن انت تدق الايقاع مثل النار. لحظه. سلام يا صاحبي ركز سلام. من عرضها المحترف في الاغنيه. الفن ما عاد له اي احترام. تم تررم. ولا لقي بعد سوق معافيه. دارارا. يا ليت والله على مبلغ تمام. دم دررم. يفكها بالظروف القاسيه. دارارم. سلام يا صاحبي لك السلام. دم دررم. من عرضها المحترف في الاغنيه. دارارا. هيا عسير تدوروا على عمل. على طول يا ابتي على طول. عش هذا وزوجي مشون. لا والله انا شو اسمك للشارع. للشارع وانا بعد. السلام عليكم. السلام. ما هي هذه البلوى يا نسب؟ ولا لقينا مهنه ولا لقينا عمل، وكل ما لقينا عمل طردونا ثانيه. صورتك نحس يا ركاز. انا النحس ولا انت يا عرضه؟ خليت الناس يضحكوا علينا وانت بتحمل بلوكو واحد في النقله الواحده، والعمال اللي جنبك بيحملوا ست سب في النقله الواحده. وانت صورتك تلطرز انا هما. تحمل كيس السمنت على خمس نقلات. خلاص خلاص يا نسب، لا تزعلش نفسك لانه هذا العمل ما تناسبناش ولا تناسب موهبتنا. مالك يا نسب؟ صحيح ما تناسبناش ولا تناسب موهبتنا، لكن ما نسوي، ما نسوي يا ركاز. لو كنا كملنا دراستنا ما كنا تجعجعنا هذه الجعجعه. حجر وطين اخر. لكن ما نسوي، حاسب صاحب الشاي. ما هو حاسب الشاي؟ مالك انت ولا بالي يا نسب؟ لا تدارينا الدنيا. حاسب الشاي يا نسب. ما حسب الشاي انا والله ما معي قرش. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وعليكم السلام. حياك الله. مرحبا بك يا مرحبا. كيف حالك؟ باري كريم. سمنت ولا خلطه؟ ايش من سمنت ايش من خلطه؟ تفضل. بس انا ايش اسالك يا اخي لو سمحت؟ تفضل. ايضا تعرف بيت الفنان اللي ساكن بالحاره هذه؟ الفنان للمه. اجلس اجلس تفضل. سوي له عرس. عريس. عريس مبروك. مبروك. مبروك مبروك مبروك. عظم الله اجوركم. عظم الله اجوركم. ايوه. قول لك شغلي عظم الله اجوركم. ما يقولوا. عادي عادي. الف مبروك. عظم الله اجوركم. اي حاجه تفضل. تفضل. شقه ما تعرف لك. الله اعلم. حدودي جاهز وجاهز بالحجر والطين والله. شوف كيف. تفضل. حياك الله. انا عرسي يوم الخميس وابي يسكن علي اني اجي لعند الفنان من سبا اجيب له عربوني حضور العرس. يعني
انت ما بتعرف شو الفنان؟ والله ما اعرفه، لا انا ولا دي، بس عادوا فنان جديد قالوا والله صوته قالوا يا سلام والله. قبل الله الحاجة الراجل بيشتي فنان عيد عربه والفنان والموهبة هنا. ما قصدك يا مجنون الرجل يشتي فنان فنان؟ يعني الفنانين حق هذه الأيام هم أحسن مني بيسروا العرسان. يلا هو أغاني قديمة. وي ما لكم قاسم باق 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 تذكروني بديوك حقي اللي بالقرية، تعرفوا بيت الفنان ولا لا؟ طبعا طبعا الصراحة أنا الفنان. أنت الفنان؟ نعم يا أخي عذرنا، اللي ما يعرفك ما يقدرك، وليش ما تكلم من أول أنك الفنان؟ الحقيقة أن العرسات علينا خيرات وزحمة زحمة، وهذه الأشياء أنا أخليها على مدير أعمالي. هذا مدير أعمالك؟ أيوة. أنت حدد لنا بس المكان والموعد وإحنا ما تقلق، علشان الدنيا زحمة والعد جاهز وأمورنا جاهزة. زحمة؟ وين زحمة بالكريك؟ هو من فنان هذا الله ذاك الله عيجي يحفرني ولا عيجي يغني؟ عيخلط الأغاني. عيخلط؟ يعني أغاني حلوة مع الخلطة؟ ولا يهمك ما تقلق. الله يستر عيني تريف. الله يستر. على العموم اسمع، الآن أنا بأدي لك عربون من سبت حضر عند مدير أعمالك. تمام صلاة عند الفنان. كما شوف أنا راكن عليك يوم الخميس تحضر. الله يهمك. شوف أنا ساكن بالحارة هذه اللي هنا. أيوه. تمام. أيوه. لبداية اللفة. أيوه. أدخل يمين وارجع يسار. إيش من يمين؟ مساني وبعدها. أنا فاهم. طبعاً البيت حقي بقي شوفه الزينة فوقه والقلوبات. أيوه. والميكروفونات والاغاني. ضروري تحضر يوم الخميس وكما الغداء عندي. والله يهمك يا اخي، انت فنان متكين. عيب عليك. عيني تريف يوم الخميس انا مراعي لك. حاضرين. لحظه جيب ورقه كامله لصاحب البوفيه. يلا الحاسب يا بوفيه. الحساب عليك لانك انت مدير الاعمال. ها صلاة. بالعكس لمين عن الديال المقاضي يا روحي. والله تكيزي تكيزي انت تركت بدك تشيل الخضره معنا يا لك. انا هذا غير غير الله يعينك. لا لا ما بنصل ما بنصل ما يا ركاز يا اخي حط حالك اخلع انت اسمك ما هو هذا. مش باين عليكم التعب مثل كل يوم؟ ما هو هذا العمل الذي لقيته هاليوم في فلوس بدون تعب؟ سيري دبري الغداء يا ورطة وبعد عاد نشرح لك الموضوع كله. طيب يا نسب بسمه انا صدق لك احنا على الشريق الطبله على اسبوع عمل بروفه. ركز يا ركز عرضه شغلني اليوم مو أنت بالإيقاع يعزف لدون تكتم من دون نشاد عزف شعبيك أنا قلبي ولا يعني الله أقول أكسر لك اليدين هذا العرس من جاد. أخي ما هو الفن الله يرحم والديك؟ ما هو الفن هذا؟ أكيد معكم فن سواء كده حنا ضابحين أنا والحراو وضابحين حنا والكل حتى الحراو قد تشير حلا. هيا السلام عليكم عرسكم لكم. خليت ما عدت أفضل تعلعب ولا تعلق خلاني ما عدت تلعب. الله يقلعك انت والصوت هذا. هكذا تغني لي بشار يا بشار قلبت لي نونو عاد انا دحين انا عريس عريس اشياء غني من حق العرس. الله يشتت باك. اها غني. عرساني بالقلوب عرساني بالقلوب ولنا في كل حي عريس فرصة ضبطهم الله يقلعك. اول تغني لي حق بشاري يا بشار ودحين تغني لي ريمين حق ريمين.
اتقدر لي برنامج من حق الاطفال اقول لك الان. انا شكلي بطلق من باطلك. عرضا فنان مخضرا يعزف كل المكانات حذا سلمو هذا اللي راجم بالزبالة والنفايات العرس عرض قاتل نحونا بالسيف يستحمر هذا يلا يا ركاج نهرب مرحبا وجرات الزفة مسامح مهربا وينه؟ يا بشر يا بشر ها؟ طلبتني نونو